تجسيدا لسياسة السلطات العمومية الرامية إلى دعم ورعاية بيوت الله، دشن قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي جامعة التوفيق بمقاطعة الرياض في ولاية نواكشوط الجنوبية بحضور العديد من الأئمة والفقهاء والمنتخبين المحليين على مستوى المقاطعة. إن بناء المساجد وعمارتها يندرج في صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، وتجسيداً لبرنامج فخامته في هذا المجال تسهر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على تنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تجهيز المساجد وصيانتها وتقديم الدعم للقائمين عليها من أئمة ومؤذنين. ولهذا القرض تخصص الدولة ميزانية سنوية معتبرة يتم من خلالها تحسين ظروف المساجد والقائمين عليها، وستواصل الوزارة جهودها في هذا المجال حتى تتبوأ المساجد المكانة اللائقة بها وحتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل. جامع يتسع لـ400 مصل وبه محضرة لتدريس القرآن وعلومه إضافة إلى مرافق خدمية أخرى حسب القائمين عليه. يسعدني أن أرحب بكم باسم السيد بابا كوني صاحب هذا الجهد النبيل والعمل الخير المبارك المتمثل في بناء مجمع إسلامي يتكون من مسجد يتسع لقرابة 400 مصل ومحضرة ومغسلة للموتى وأماكن للوضوء مع توفير خدمتي الماء والكهرباء. وإن هذا الجهد المبارك لنرجو أن يكون خالصاً لله تعالى وابتغاء مرضاته وخدمة لدينه ومساعدة لإخواننا في هذا الحي. عمدة بلدية الرياض السيد عبد الله والدريس وإمام جامع التوفيق السيد ألفا إبراهيم أشاد بأهمية هذا العمل الذي يعبر بالصدق عن تمسك القائمين به بالقيم الإسلامية السمحة. معلمة ستنضاف إلى عديد الجوامع التي تشرف عليها الدولة من أجل ترقية الشأن الديني ورعاية القائمين عليه.